احنا دلوقتي معانا حكايه بتقول ان العمر مجرد رقم، مفيش حاجه اسمها مستحيل ابدا، او ان الوقت فعلا ممكن يكون مش مناسب. عندنا النهارده هنحكي حكايه السيده امال اسماعيل اللي حصلت على رساله الماجستير وعمرها 80 سنه. الدكتوره امال بقى، الدكتوره امال بنت مدينه المنصوره، رغم انها واجهت صعوبات كتيره جدا اثناء مراحلها التعليميه اللي جت متاخره بالمناسبه، يعني ما كانتش ماشيه في مراحلها التعليميه بشكل طبيعي، لا حتى تعليمها جه متاخر شويه في سن كبير، لكن دلوقتي بتاخد الماجستير بالاضافه لانها اصيبت كمان بالسرطان، لكن كل ده ما منعهاش من ان هي تحقق حلمها اللي مش بس كان متوقف على انها حصلت على الماجستير، ده كمان بتكمل دلوقتي رحلتها في التعليم عشان ان شاء الله تحصل على درجه الدكتوراه قريبا جدا باذن الله. في عمر الثمانين حققت السيدة أمال إسماعيل حلمها بالحصول على الماجستير في كلية الأداب بجامعة المنصورة بدرجة ممتاز، مع توصية اللجنة العلمية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات. حملت الرسالة عنوان أسلوب الحياة الاجتماعية والثقافية للفئات العمرية المتقدمة. العمر بالنسبة لي مجرد رقم، يعني أنا سني الوقت ماشي في الثمانين، أنا عندي 18 سنة، مفيش فرق بين الاثنين لأن قلبي شباب. اسمي أمال إسماعيل متولي من أصول ريفية، وبلدي اسمها النصرة مركز المنصورة، وبعدين لما كبرت شوية أختي تزوجت هنا في المنصورة وزوج أختي جينا معاه هنا هون عشان المدارس. وكانت السيدة أمال حصلت على الشهادة الإعدادية في سن 38 من عمرها، ثم واجهتها العديد من الصعوبات أثناء رحلة التعلم، حيث أصيبت بالسرطان بالإضافة إلى كسر في الحوض، لكنها لم تستسلم وأكملت دراستها. حصلت على الثانوية العامة ثم التحقت بقسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة، واليوم تكلل مجهودها بالنجاح بعدما حصلت على الماجستير ولا زالت تحلم بدرجة الدكتوراه. بعد التقرير الملهم اللي شفناه خلينا نعرف تفاصيل أكتر من السيدة أمال إسماعيل اللي معانا دلوقتي على التليفون. دكتورة أمال صباح الخير على حضرتك وأهلا وسهلا بيكي. صباحكم أنا إن شاء الله. ده صباح. وبعدين ما تقولي ليش دكتورة ولا بتاع، قولي يا تيتا. ده احنا سعداء وفخورين وحاجه ما شاء الله، يعني فكره ان بتحققي حلم عمره ايه 70 سنه من عمر 10 سنين وبتفكري في قصه الماجستير. 60 سنه خليها 60 سنه. طب خليها 60 سنه، ما تحكي لنا الحكايه بقى ابتدت ازاي؟ ده كتير بس ما فيش داعي للتفاصيل لان هاخد وقتكم. احنا عايزين تفاصيل ومعانا وقت. النهايه زوجي ما كانش عايز حد يكمل تعليم بعد ما خرجني من المدرسة. أيوة. سن 12 سنة. وبعدين سافر ليبيا لإعارة، انتهزت الفرصة خدت الإعدادية سن 38 سنة ما شاء الله. وبعدين رحت معاه ليبيا شوية وجيت عيد بكانسر، اشتغلت بأولادي زواجهم بتاع لغاية ما بقينا في ثورة 25 يناير. أنا عارفة إن حضرتك قارئة ودايماً يعني شفت لك كذا حوار في الجرايد بتقولي فيها أنا لو حتى ورقة مكتوبة على قرطاس نفسه مثلاً لب أنا كنت بقراها وبهتم بقرايتها. ده كلام. أيوه أيوه أنا قلتها مع أحمد فايق في مصر تستطيع. طيب فكنت مهتمة من البداية خالص بفكرة إنك لازم تكملي التعليم. ايوه لا مش مهم اكمل تعليم. هو كان زوجي الله يرحمه بعيد النظر بيقول لي المثقف مثقف، العقاد ما خدش شهادات، كان يقول لي كده ما تلاقيه زيه، بس انا جوايا لازم اكمل تعليم اكاديمي لازم، وما فيش فايده. لكن كنت بحبه، اعمل ايه بقى في الحب المنيل ده. ربنا يبارك في صحتك. يا بخت والله. ربنا يديك الصحة. طيب أنا بس عايز أسأل برضو على حاجة، أنت بتقولي عندي تفاصيل كتيرة بس عشان ما أخدش وقتك وإحنا معانا وقت، فإحنا معاك عايزين نعرف كل التفاصيل. خلينا نرجع برضو شوية، أنت قلتي خدت الإعدادية وأنت عندك 38 سنة، لما وصلت للسن. أيوة. ده
واهلك الناس اللي انت عايشه معاهم في البيت؟ قلت لهم انا عايز اخد الاعداديه، قالوا لك ايه؟ محدش قال لي حاجه. انا روحت، هو سافر ليبيا وانا بقى اللي مسؤول عن العيال وانا اللي بصرف البيت. فانا اللي هعمل كل حاجه. ايوه رحت قدمت ورقه في التربيه والتعليم وقلت لهم عايز اكمل تعليم. المهم الناس رحبوا جدا بالفكر، تخيل بقى. طبعا. وكنا سنه 81 لسه. وبعدين وبعدين خدت، هو مسافر بقى وانا خدت مراحي بقى. قعد قد ايه بره؟ اعمل اخد دروس مش عارفه ايه. حلو. قعد قد ايه بره؟ كان رافض. فكان رافض ان حاجه زي دي تحصل. يقول لي تروحوا لي يا اختي تتنططوا لي في الشوارع وتسيبوا لي العيال. ما كنت بتودي مدارس وتجيبي مدارس وتوصلي دروس برضه، مش كده برضه يا دكتوره؟ نعم. كنت بتودي المدارس وتجيبي من المدارس وتوصلي الدروس والحاجات دي؟ لا، انا كنت بروح المدرسه الاعداديه عندنا تقدم ورقي فيها وبقيت اروح انتظام يوميا زي اي طالب، بس كان بيبقى بعد الظهر. تمام. وبعدين خدت الاعداديه، جه لي انا خدت الاعداديه والله و90% اقسم بالله. عمل ايه بقى؟ لا انا عايز اعرف عمل ايه. ما عملش حاجه، هو كان راسي قدام الامر الواقع بقى. بحبه يا عم، الله يصلح حالك. بس حد يحبك ده انا حبيته. ما عملش حاجه، هو كان عاقل قوي يعني طيب. ايه بتصرف بحكمه. ماشي كويس، كملت. قال لي حضري يلا نفسك، هنسافر هنروح ليبيا. طب والعيال يا احمد؟ عيال مين يا اما؟ هو انا رايح هناك خدامكم؟ هم يشوفوا حال طلباتهم وانت تيجي معايا، مفيش فايده. تمام. ده حب، خدي بالك يعني. شفت بقى حب قد ايه؟ طبعا. وبقيت اعيط وانا ماشيه، زي ما بيقولوا المثل بيقول الحي، فرقه الحي اصعب من فرقه الميت. صحيح. وبعدين سافرنا، قعدنا 4 سنين وجيت عييت بكانسر للمره الاولى. المره الاولى الكانسر كان انا اصلا ما خفتش منه ولا تهزيت منه اطلاقا، ما اعرفش ليه، لان اصلا انا قارئه جيده وبقيت بدل ما اقعد افكر في اللي عندي اقرا لي كتاب. وست قويه وقائد كمان. يعني اشغل نفسي عن التفكير فيه. وما كنتش لسه بقى يعني وصلت لربنا قوي قوي، يعني بقيت اقول يا رب، وزي ما تقول ربنا دايما حاسس باللي في قلبي سبحان الله، يا رب اشفيني مثلا وخلاص. واقرا برضه، كان جورج اردها عن ايامها بيقدم برنامج من سيربح المليون. فبقيت اتابع البرنامج بدل ما افكر في المرض، واجيب كتاب اقراه اجدد معلوماتي علشان كان عندي امل ان التحق بالبرنامج. اوكي. المهم المرض يعني ساعدك بتاخد العلاج وكده، بس حصل ضروب في العلاج، حصل ضروب في العلاج، الجهاز الكوبالت الاشعاع يعني اثر على رجلي، عمل قرحه كبيره جدا. ربنا يحفظك. فبقى علاج قبل بعد العلاج، يعني زي ما تقولي بتعالج من اثار العلاج. قعدت تقريبا يعني في الاخر هنا ما عرفوش يعالجوني، سافرت عند شمس التخصصي، عملوا لي عمليه جرافت ترقيع يعني. خدوا جزء من رجلي اليمين حطوها في الجزء المريض، وسبحان الله بيقول لك ان الرقعه دي ما بتلزقش كده لاول مره، لان لازم ناخد جلسات اذون ولا ايه. الغريبه ان الرقعه لزقت والانسجه لمت. طيب الحمد لله، ده كرم كبير قوي من ربنا. طيب خلاص، احنا دلوقتي أيوة خلصنا طبعًا. الاعداديه وانت كويسه وزي الفل دلوقتي، وعايزين بقى ايه نوصل لبقيه المراحل عشان نوصل للماجستير. انا كنت عند بنتي على فكره، بنتي دي شاعره كبيره، ما اعرفش انتوا عارفينها ولا لا، دكتوره شيرين العدوي، استاذه التاريخ الاسلامي في جامعه اكتوبر. ان شاء الله نتشرف بيها في اول مناسبه نكون بنتكلم على التاريخ الاسلامي، نتشرف بيها ضيفه معانا في صباح الخير يا مصر عشان خاطر حضرتك والله. الله يكرمك. فكنت عندها احداث 25 يناير. يا ماما ما يعني زي ما تقول بنتكلم عن الحدث اللي جاري ايه. ففي كلمه كده
لحد من الادباء الكبار اعتقد باول كويدو ولا حاجه من ساحه امريكا الجنوبيه، وقلت لها الثوره دي بتفكرني بباول كويدو، وعماله بتكلم معاه يعني. أنا برقت له كده وقالت لي ماما ما بتكمليش تعليم ده. تعليم ايه يا بنت؟ ده انا سني 68 سنه. قالت لي روحي يا ماما بقالك 60 سنه عماله تقري. والقرايه دي راحت فين؟ محسوسه في دماغك طبعا. روحي يا ماما قدمي ورقك وكملي تعليم. وقدمتي وعملتي الماجستير وخدتي الماجستير في 3 سنين، والموضوع كان شبه اللي عشتيه. فكرة اختيار موضوع الرسالة ان حضرتك طبقتيها على التعليم عند كبار السن. الحقيقة دي رجع الفضل فيه للدكتورة فتحية الحوتي، وبوجه لها شكر عميق لانها درست لي 4 سنين في كلية الاداب، كانت بتدينا علم الاجتماع الجريمة، وكانت بارعة جدا في الشرح، فأنا حبيت أعمل معاها الجريمة، يعني الإدمان المخدرات كده. قالت لي لا أنا هديكي موضوع جميل وما صرخش قبل كده. طبعا المسنين كتير قوي فيها عنها أبحاث حقيقي، إنما الجزء اللي هي قالت لي هتشتغلي فيه اللي هو في قضايا النوع الاجتماعي، النوع الاجتماعي اللي هو بالانجليزي جندر، يعني الفروق الاجتماعيه بين الرجال. وحصولك على الماجستير بامتياز وتوصيه بالطبع والتبادل مع الجامعات دي حاجه اصلا نادرا ما بقت تحصل، خصوصا للي مش اعضاء هيئه التدريس، فدي حاجه مبهره والله. سعداء وفخورين بحضرتك يا دكتوره امال، ومستنيين الدكتوراه. ومن اللي اداني الحكايه دي؟ اللجنه دكتور محمد غنيم استاذ الاساتذه. طبعا طبعا، لانك تستحقي بالفعل يا سيده امال. سيده امال اسماعيل الحاصله على درجه الماجستير في كليه الاداب جامعه المنصوره، شكرا جزيلا ليكي، شرفتينا ونورتينا.